السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من التاريخ الفاطمي العبيدي. في هذه الحلقة نتحدث عن نسب الفاطميين، نتحدث عن نسب الدولة العبيدية الشيعية والمعروفة بالدولة الفاطمية. في الحقيقة اختلف علماء الأنساب في نسب الدولة العبيدية. بين العلماء من قال أن هذا النسب هو نسب يعني كاذب، النسب الموصول إلى فاطمة رضي الله عنها هو نسب كاذب، ومن العلماء من قال بل هو نسب صحيح. وإحنا من باب الحيادية نتحدث يعني بحيادية في هذا الموضوع. هذا الموضوع يعني كثر فيه الكلام وبحث فيه الباحثون وتحدث فيه يعني المؤرخون إن نسب الدولة الفاطمية إلى فاطمة رضي الله عنها مسألة فيها خلاف. مؤسس الدولة الفاطمية هو عبيد الله المهدي، هو ده اللي أسس الدولة، يعني كما سنذكر بمشيئة الله تعالى هذا الرجل هو الذي قام بتأسيس الدولة. هذا الرجل هناك خلاف في نسبه، يعني العلماء اختلفوا في نسب عبيد الله المهدي. لما نتكلم عن عبيد الله المهدي اللي هو مؤسس الدولة العبيدية، هو عبيد الله المهدي، عشان كده الدولة تسمى أيضا الدولة العبيدية نسبة إلى عبيد الله المهدي. قيل اسمه سعيد ابن أحمد ابن محمد ابن عبد الله ابن ميمون القداح. النسب اللي أنا ذكرته ده ابن ميمون القداح، ده نسب يعود أصله إلى الفرس. يبقى ده القول الأول، إن نسب عبيد الله المهدي يعود إلى الفرس وليس إلى فاطمة رضي الله عنه. وقيل هو سعيد بن الحسن ابن أحمد. وابن خلدون يقول هو محمد بن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. وعندنا الجمهور يقولون أن عبيد الله المهدي، الجمهور يقولون أن عبيد الله المهدي نسبه يعود إلى أصل يهودي، وبعض المؤرخين بيقول أصله يعود إلى القرامطة. يبقى احنا عندنا قول بيقول إن مؤسس الدولة العبيدية، في قول إن أصله يعود إلى الفرس، وقول أصله يعود إلى اليهود، وقول أصله يعود إلى القرامطة، وقول إن أصله يعود إلى فاطمة رضي الله عنها. جمهور العلماء من المؤرخين يقولون ببطلان النسب الفاطمي، يعني جمهور العلماء من المؤرخين يقول لا، موضوع النسب إلى فاطمة هذا كذب، هذا زور. من هؤلاء العلماء طبعا الإمام الذهبي وابن كثير وابن حزم والسيوطي وابن الأثير. جمهور المؤرخين يقولون أن النسب الحقيقي لعبيد الله المهدي يصل النسب إلى اليهود وليس إلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. وهناك وثيقة، هناك وثيقة كانت في عصر الخلافة العباسية، لأن موضوع النسب ده موضوع يعني بحث فيه كثير من العلماء على فترات متقاربة ومتباعدة. يعني دايما تلاقي أن العلماء يتكلموا على أصل نسب الدولة الفاطمية، هل فعلا تسمى الدولة الفاطمية نسبة لفاطمة رضي الله عنها، ولا نسميها العبيدية نسبة إلى عبيد الله وخلاص، أو الشيعية. في بداية القرن الخامس أصدرت الخلافة العباسية في خلافة القادر بالله في مدينة بغداد، لأن بغداد كانت عاصمة الدولة العباسية، أصدرت الدولة العباسية وثيقة وقع عليها العلماء أن مؤسس الدولة العبيدية أصله من المجوس. دي وثيقة رسمية صدرت في العصر العباسي، إن نسب الدولة العبيدية إلى فاطمة نسب باطل، وإن النسب الحقيقي يعود إلى أصله إلى الأصل المجوسي. في حتى العصر الحديث، يعني في العصر الحديث أصدرت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية بيانا تؤكد فيه على بطلان نسب الدولة العبيدية إلى فاطمة رضي الله عنها. لكن الشيعة ينسبون أنفسهم لفاطمة استجلابا لعواطف الناس، لا سيما وأن الناس يحبون يعني آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يقول لك إن الأصل يعني يعود إلى فاطمة، فكأن الناس سترحب بهذه الدولة وسترحب بهذا الفكر. أول من طعن في نسب عبيد الله إلى فاطمة رضي الله عنها
علماء المالكية في إفريقية في بلاد المغرب، يعني أول من طعن في هذا النسب علماء المالكية في بلاد المغرب، هذا من حيث يعني السياق التاريخي. وابن خلدون، ابن خلدون والمقريزي يقولوا لا، إن النسب إلى فاطمة نسب صحيح. النقطة دي مهمة جدا، لأن الشيعة بيقولوا إن ابن خلدون هو المنصف في أهل السنة من المؤرخين يعني. طب ليه ابن خلدون منصف؟ يقول لك عشان هو اللي قال إن النسب بتاعنا صحيح إلى فاطمة. ابن خلدون فعلا قال كده، إن النسب بتاعهم صحيح إلى فاطمة، لكن إحنا هنثبت بكلام ابن خلدون إن النسب إلى فاطمة باطل. ليه؟ حضرتك ركز معايا. ابن خلدون في تاريخه بيتكلم عن نظرية اسمها نظرية الثلاثة أجيال أو الأجيال الثلاثة. في نظرية عند ابن خلدون بيتكلم فيها عن النسب، وبيقول إن في نظرية اسمها الأجيال الثلاثة. بيقول ابن خلدون إن نظرية الأجيال الثلاثة هي دي المقياس اللي أنت بتقيس بيه صحة النسب من عدمه. قال ابن خلدون، أنا هنقل الكلام بتاع ابن خلدون كما هو. قال: واتخذ منه قانونا يصحح لك عدد الآباء في عمود النسب الذي تريده، فعد كل 100 عام من السنين 3 من الآباء. بيقول لك إن في حاجة اسمها عمود النسب، لو كل 100 سنة بيبقى عندك 3 من الآباء متصلين يبقى النسب ده نسب صحيح. حضرتك ركز معايا، ده كلام ابن خلدون، إن هو بيقول إن النسب إلى فاطمة نسب صحيح. فاحنا بنخلي ابن خلدون هو المقياس بتاعنا، لان ابن خلدون عنده نظريه اسمها نظريه الاجيال الثلاثه. لما جينا طبقنا النسب الفاطمي او النسب العبيدي او النسب الشيعي على قانون ابن خلدون اللي هو ذكره، لان النسب ده مستحيل يصل الى فاطمه رضي الله عنها. هناخد مثال، يعني جعفر الصادق توفي سنه 148 هجريه. جعفر الصادق كما يذكر الذهبي وغيره توفي سنة 148 هجرية. طيب عبيد الله المهدي ده توفي سنة 322 هجرية، هو اتولد 260 وتوفي 322. بين جعفر الصادق وبين عبيد الله المهدي 174 سنة. حضرتك اكتب الكلام ده عشان تعرف تراجعه بعد كده. جعفر الصادق توفي سنة 148، عبيد الله المهدي توفي سنة 322، بينهم كم سنة؟ 174 سنة. وابن خلدون بيقول إن في 100 سنة يكون عندنا في عمود النسب 3 آباء. طب نرجع بقى للاسم بتاع عبيد الله المهدي اللي كتبه ابن خلدون في كتابه. قال: هو محمد ابن جعفر ابن محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق. يبقى لازم يكون بين عبيد الله المهدي وبين جعفر الصادق لازم يكون 100 سنة، لكن احنا الناتج عندنا طلع 174 سنة. يبقى عشان يكون نسب العمود النسبي صحيح لازم يكون بين جعفر الصادق وبين عبيد الله المهدي لازم يكون على الأقل من 5 ل 6 من الآباء. وبكده احنا اتخذنا قانون ابن خلدون قنطرة لكي نثبت أن النسب العبيدي إلى فاطمة هو نسب باطل. لكن أنا بقول الدولة الفاطمية ليه؟ يعني ممكن حد يقول: طب أنت يا دكتور زين بتقول النسب ده نسب باطل، طب ليه بتقول الدولة الفاطمية؟ لأن للأسف الشديد هو ده الاسم اللي شاع بين المسلمين. أنا أحياناً لما بقول الدولة العبيدية بيجي حد يسألني يعني إيه الدولة العبيدية؟ ما يعرفش. ولذلك أنا أحياناً أقول الدولة العبيدية الشيعية المعروفة بالفاطمية. واحيانا عشان الناس تعرف بقول الدوله الفاطميه، لان هو ده الاسم الشائع والمعروف بين الناس. لكن النسب الصحيح، النسب الصحيح اما يعود الى اليهود واما الى المجوس، هذا ما قاله العلماء. لكن حقيقه نسبه عبيد الله المهدي الى فاطمه هذا كلام باطل، وهذا الذي عليه جمهور العلماء من المؤرخين، وهذا الذي اثبتناه بقانون ابن خلدون اللي هو بيصحح نسبة النسب إلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. مشاهدينا الكرام، دمتم في أمان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.